سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق ينضم إلي عبر الهاتف. سعادة السفير، يعني هذه الفعالية الهامة، حوار بيترسبرغ ومحطة قبل كوب 27، وأيضا لقاءات ثنائية ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين الألمان، كيف تضع هذه الفعاليات؟ بكل تأكيد مشاركة السيد الرئيس وكلماته أمام منتدى بيترسبرغ دالة ومعبرة عن رؤية مصر وكذلك رؤية إفريقيا والعالم الثالث الأقل تأثيرا في الانبعاثات ولكنه الأكثر تأثرا بالآثار والتداعيات. وعليه كانت كلمة السيد الرئيس واضحة، تحميل المجتمع الدولي والدول الكبرى المسؤولة الأولى عن الانبعاثات مسؤوليتها تجاه الالتزام بتعهداتها المالية والعمل من أجل نقل التكنولوجيات ومساعدة الدول الإفريقية والعربية ودول العالم الثالث على التكيف والتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي باتت واضحة في إطار مسؤولية مصر وبوصفها الرئيس القادم للاتفاقية الإطارية للأطراف كوب 27 للتغيرات المناخية. وعلي فأن مصر وهي تساهم مع شركائها في المجتمع الدولي في صياغة الأجندة القادمة للكوب 27 تعلم أن مصالح دول العالم الثالث وإفريقيا تحديدا يجب أن تكون محل اهتمام القمة القادمة التي نرى جميعا، وكما حدد السيد الرئيس هي قمة لتنفيذ التعهدات ولتطبيق إجراءات التكيف. الحقيقة حديث السيد الرئيس هيسهم بشكل واضح وصريح في صياغة أجندة دولية للكوب 27 في شرم الشيخ، مؤتمر المناخ للأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، بحيث تأتي ملبية لطموحات دول العالم الثالث وأفريقيا في القلب منها. حقيقة الحديث شمل أيضا في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولز حديث عن إمدادات الطاقة ووقوف مصر بشكل جاد لمساعدة كل من يتعرض لمشكلة، لكن أيضا حمل الأطراف الدولية مسؤولية تخفيف آثار أزمتي الغذاء واضطراب الأسئلة الغذائية واضطراب أسعار النفط، كما دعا لتحديد المؤسسات الدولية مسؤولية تخفيف الشروط التي تضعها دوما في الظروف العادية. فنحن في ظرف استثنائي، المشكلات عديدة والتحديات كبرى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات النفط والغذاء وأسعار الطاقة. أما الأهم أعتقد السيد الرئيس كان واضحا وصريحا تناول لملف حقوق الإنسان سواء في صحف أو في رده على عدد من الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر، ليؤكد أن ملف حقوق الإنسان هو استحقاق وطني ليس فقط الرد على أسئلة أو النقاط التي تثيرها الأطراف الدولية أو بعض الأوساط الإعلامية، ولكن هو استحقاق وطني. مصر في إطار حرصها ومسؤوليتها عن أبناء شعبها تتدخل في هذا الملف، ودعا السيد الرئيس كل من يطرح سؤالا أن يأتي إلى مصر ليرى بنفسه حرص البلاد الشديد على توفير حياة كريمة والحوار الوطني وما ينقله للرأي العام في ألمانيا عقب عودته. وبالتالي تلك الدعوة والمكشفة هي الشهادة الأمثل للتعامل مع هذا الملف الذي اعتبره السيد الرئيس ملفا وطنيا تتحرك فيه الدولة المصرية لخدمة شعبها وليست فقط للرد على أو استفسارات الآخرين. لكن مسؤوليات مصر لا تتوقف على حدودها الداخلية فقط وتمتد إلى الدول العربية وحل أزماتها المختلفة وأيضا القارة الإفريقية. السيد الرئيس في هذه الزيارة إلى ألمانيا تحدث عن قضايا عربية شائكة، الأزمة الليبية، الأزمة اليمنية والقضية الفلسطينية والثوابت فيما يخص السياسة الخارجية المصرية فيها. كيف ترى هذا التعاون المشترك ما بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذه القضايا وأيضا مصر وألمانيا بشكل خاص؟ بالتأكيد الاتحاد الأوروبي هو الشريك الجغرافي وتاريخيا الشريك الأقرب لمصر، وبالتالي زيارة السيد الرئيس لقلب الاتحاد الأوروبي في برلين، فألمانيا هي الاقتصاد الرابع على العالم وهي الاقتصاد الأكبر في أوروبا والأهم، والذي يرتبط بمصر بعلاقات هامة. الزيارة الحقيقة اكتسبت أيضا
أهمية خاصة، لأن هي الأولى بين السيد الرئيس وأولاف شولز المستشار الألماني الجديد بعد 7 سنوات من العلاقات وثيقة والمتنامية مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، وبعد 7 زيارات متبادلة، كان أولها الزيارة التي تشرفت بالمشاركة فيها كسفير لمصر في برلين في 3 يونيو 2015، وبها تم التوقيع على عقود استراتيجية في مجال الكهرباء من خلال 3 محطات لشركة سيمنز في إطار 8 مليار يورو في ذلك الوقت، والمعدات الضخمة لفتح انفاق قناة السويس، بالإضافة للاتفاق المصري الألماني على مشروع خطوط قطار السكك الحديدية الثلاثي الأبعاد ب 8 مليار يورو أيضا، وهو مشروع اعتبرته الدولة الألمانية مشروعا استراتيجيا لا. كل هذه المشروعات مع حجم تبادل تجاري قدره 6 مليار يورو و 4.5 مليار استثمارات ألمانية ومساهمات ألمانية في مجال الصناعة والاستثمار والتعليم والتدريب المهني والزراعي، كلها أمور تعكس مدى أهمية هذه الزيارة. ولقاء السيد الرئيس بشركة صناعة البحرية الكبرى أولسن أمس يعكس أيضا ما تحمله مصر على التكنولوجيا الألمانية لتطوير صناعتها البحرية، وكذلك والأهم أننا كنا في زيارة نحتفي فيها ب70 عام على علاقات راسخة وممتدة بين مصر وألمانيا، وأنا أتصور أن هذه الزيارة ستخفف كثيرا على الأعباء سواء كانت الغذائية وأسعار الطاقة، وستسهم في التعاون المشترك مع أحد ركائز الاقتصاد الأوروبي. نعم، سعادة السفير، ماذا عن القضايا المشتركة إقليميا ودوليا وتقابل وجهات النظر فيها؟ بالفعل العلاقات المصرية الألمانية لعبت دورا هاما في تحقيق الاستقرار في ملف ليبيا، وتلعب مصر دورا محوريا في الحوار الدائر بين الأشقاء سواء في اللجنة الدستورية أو اللجنة العسكرية، واتفاق المستشار الألماني والسيد الرئيس اليوم على تحديد موعد لعملية الانتخابات الدستورية والرئاسية في ليبيا هام للغاية، كذلك تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن وتثبيت الهدنة، وكذلك يعني أظن السيد الرئيس نقل للمستشار الألماني قراءته نتائج قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة الرئيس جو بايدن، وأتصور أن هذا الحوار الشامل سواء مع الإدارة الأمريكية والأشقاء العرب وانتقال السيد الرئيس لأوروبا في قلبها ألمانيا للحديث مع المشترك. نعم، فقدنا الاتصال مع سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، لكن على أي حال أشكرك جزيل الشكر على هذه الرؤية والتحليل الوافي.